السلام عليكم سي عزيز اخنوش، جبت لك واحد البريكول. كاين واحد الحاجه رخصات هاد الايام، كاينه ان لافوكا. فيق معنا سي عزيز الله يهديك، ياك مازال ما سقتيش الخبر. المهم انا جبت لك البريكول، يلا طلع لي الثمن الله يرحم والديه. راه ما يمكنش سيدنا. واحد السلام عليكم. بزاف ديال الناس كيتسائلوا على انخفاض ثمن لافوكا بواحد الشكل سريع، واللي ولا الثمن ديالها حاليا ما بين 8 حتى 10 دراهم، في حين كان ثمنها 40 درهم. وبطبيعه الحال وحنا كنضربوا دويره في مواقع التواصل الاجتماعي لقينا جوج ديال التفسيرات او التحليلات او الفرضيات، سميها اللي بغيتي. الاولى كتقول ان فيرمه الغرب نواحي مولاي بوسلام تضررت اشجار لافوكا بفعل ديك الرياح المجهده والعاصفه اللي ضربت مؤخرا، وبهذا السلعه اللي كانت غاده للتصدير ما مشاتش حيت متضرره وبقات هنا وخرجت للاسواق الداخليه. والثانيه كتقول ان الثمن طايح بسبب الحرب اللي دايره في قطاع غزه ما بين المحتلين وما بين المقاومين ابناء فلسطين الحبيبه، وبذلك الشركات الصهيونيه ما صدروهاش. وكيف العاده خلونا ارائكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع، وتابعونا على قناتكم قناه ميكرو مغربي. Thank you.